يا رب أنا بصلي من أشعياء 58:12 إنه شعبك يبنوا الخرب القديمة، يقيموا أساسات دور فدور، يسمونك مرمم الثغرة، مرجع المسالك للسكنة. يا رب أنا أؤمن إنه ده وقت نقام نبني الخراب القديمة ونكون يا رب نعد ليك مكان سكنة. يا رب أنا أؤمن إنه ده وقت نبني ونعيد يا رب مكان سكناك من أجل مقاصد آخر الأيام. ويا رب ما فيش حاجة تقدر توقفنا، ولا كورونا فيروس، العدو حاول يحاربنا بالفيروس ده، لكن ده خلانا ان احنا يكون في كنيسة في كل بيت. اشكرك يا رب من اجل النهضة اللي جاية لانها تكون مثل الكنيسة الاولى. امين.